السلام عليكم. سلام. علاش خلوني نوقف معكم شويه هكذا؟ بس كاين واحد واقيلا مورايا سيو ما تبينوش. كاين واحد مورايا واقيلا حسيت راح يسرق لي تليفون. وين هذا؟ راكي معنا اختي شكاع فوق. ها؟ وراه اختي هضري ماشي بيت علاش تخدم؟ انا باليش. حسيت واحد راح يسرق لي تليفون هكذا وقلت نوقف معاكم كون كوا شغل خاوتي ولا. وراه لا ما على باليش من راهو كنت نمشي مسحت الشهادة. يعطيك الصحة خويا تعيش ربي يخليك. نوقف معاكم شوية. يلا سير خذي راحتك اختي. كاين كاين ولا غير كاين يسرقوا هنايا كاين ولا غير كاين. هنايا اختي ما كانش لي يدنا. هنا ما كانش لي يدنا رانا حومتنا نعرفوها سبحان الله. شوف واحد جبت سوسيدو. شتي هذا في الفيزاج ديالو؟ ها؟ شتي في الفيزاج ديالو؟ ما شفتوش مليح خفت ندور ليه خفت. دوري موراك ما كاين حتى حاجة اختي. هذا هو طبع الشباب الجزائري اللي معروف به. واليوم في هذه التجربة أتأكد أنه محال يتبدل طبعه مهما تغيرت الأجيال.